السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله في الليلة 12 من ليالي شهر رمضان المبارك سنة 41 و400 بعد الألف. أذكركم وأذكر نفسي بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وها نحن وإياكم نستثمر وقتنا هذا بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى وتعلم معاني آيات كتاب الله تبارك وتعالى، لعل الله جل وعلا أن يحشرنا في من يتدبر كتابه العزيز، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وحديثي معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى حول مسألتين، إحداهما تخص نبي الله موسى والأخرى تخص نبي الله عيسى صلوات ربي وسلامه عليهما. أما الأولى وهي تخص موسى صلوات ربي وسلامه عليه، فهي قصته مع أهل مدين. معلوم أن موسى صلوات ربي وسلامه عليه نشأ في مصر، نشأ في بيت فرعون بعد أن ألقته أمه في اليم، ثم بعد ذلك نجاه الله تبارك وتعالى ورباه فرعون في بيته، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وتربى في بيت فرعون. ثم لما كبر موسى وقعت له حادثة في مصر، وأنه أراد أن يدافع عن رجل من بني إسرائيل فوكز القبطي، أي ضربه بمجمع يده، فقدر الله أن مات هذا القبطي. ثم خرج موسى من مصر صلوات ربي وسلامه عليه هاربا من ظلمهم، ثم توجه إلى مدين. لما دخل إلى مدين، وهو حديثنا معكم، إذا أحببتم نفتح في سورة القصص الآية 23 من سورة القصص، ويقول الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسى صلوات ربي وسلامه لما رأى هذا الأمر سقى لهما ثم انصرف ولم يكلمهما أبدا، وإنما أدى الواجب الذي عليه صلوات ربي وسلامه، ثم انصرفتا المرأتان إلى أبيهما، أخبرتا أباهما بما حدث من موسى صلوات ربي وسلامه. فأرسل الأب إحدى البنتين إلى موسى ليأتيه، وفعلا أتته إحداهما وكلمته أن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءه موسى وقص عليه القصص، أي قص عليه وضعه، وأنه خرج من مصر هاربا من ظلم فرعون والأقباط في تلك الفترة. فقال له الرجل: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم قالت إحدى المرأتين: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. مباشرة قال الأب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هنا طبعا مسائل كثيرة حقيقة حول هذه الآيات، منها عرض الرجل ابنته للزواج وغير ذلك، لكن الذي أردناه هو اشتهر عند الناس أن هذا الرجل الذي قالت عنه المرأتان وأبونا شيخ كبير، أن هذا الرجل هو نبي الله شعيب. والذي دفع الناس إلى مثل هذا الكلام أمور، منها أن مدين هي مدينة شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبة، فإذن مدين هي ديرة شعيب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه قال: تخف، نجوت من القوم الظالمين. والثالث أنه رجل صالح. قالوا: إذن هو نبي الله شعيب. ولكن لو نظرنا إلى الفترة الزمنية بين موسى وبين شعيب صلوات ربي وسلامه عليهما،
لو وجدنا أن الفترة طويلة جدا وعالجوا هذه القضية، فقالوا إن شعيبا كان معمرا صلوات ربي وسلامه عليه. ذاك من دعاوى العجائز عندنا حريم الكبار، يقول عسى عمرك عمر شعيب النبي، عسى عمرك عمر شعيب النبي، مع أن هذا ما ورد، ما ثبت فيه شيء أن شعيبا كان يعني ذا عمر مديد، لم يذكر هذا، وإنما ذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام فلبث في قومه 1050 عاما، هذا ثبت عن نوح عليه الصلاة والسلام. أما شعيب فلم ينقل شيء من ذلك عنه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هذا الرجل هل هو شعيب النبي أو رجل صالح من أهل مدين؟ الأقرب أنه رجل صالح من أهل مدين وليس بنبي الله شعيب، لأمور. منها أولا أن قوم شعيب أهلكهم الله تبارك وتعالى، هذا واحد. الأمر الثاني، وهم أصحاب الأيكة، الأمر الثاني أن هاتين المرأتين لو كانتا ابنتا نبي الله شعيب، لو كانتا ابنتي نبي الله شعيب ما يتركهما الناس هكذا لا يسقيان، بل لكانوا أكرموهما وقدموهما، لا أنهما لا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الأمر الثالث، ما يقولان إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولا يقول وأبونا شيخ كبير، أبونا نبي الله شعيب ويفتخر بهذا، وأبونا نبي الله شعيب. ثم كذلك لو كان شعيب حيا صلاة ربي وسلامه عليه كان يقول لموسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أنا نبي الله شعيب، فيخبره بذلك. لكن لا يظهر أي شيء من هذا، كل ما في القضية هي أن شعيبا عليه الصلاة كان في مدين وأن هذه القصة وقعت في مدين فقط، هذا كل ما يجمع، وهذا الذي دفع الناس إلى أن يقولوا إنه نبي الله شعيب. والصحيح أنه قد يكون من ذرية نبي الله شعيب، وارد جدا أنه من ذريته، لكن للمدة الطويلة بين موسى وشعيب صلوات ربي وسلامه عليهما، وكذلك عدم إظهار هذا الرجل لموسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي، والمرأتان ما قالتا إن نبي الله يدعوك، وإن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كل هذه الأمور تدل على أنه رجل صالح، كما قال الله تبارك وتعالى عنه نجوت من القوم الظالمين وستجد إن شاء الله من الصالحين. فإذا القضية وما فيها أنه رجل صالح، لعله من ذرية شعيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لأن شعيبا الظاهر أنه قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى من ذرية إبراهيم البعيدة. وإذا قالوا عن موسى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا النبوة الأولى هي من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو إبراهيم ومن قبله، يعني شعيب وصالح وهود ونوح وإدريس، هذه النبوة الأولى. والنبوة الأخرى من موسى ونازل، بعضهم قال، وبعضهم قال يعني يعقوب ويوسف وإسماعيل وإسحاق تبع لإبراهيم، قال تبع لموسى. فالقصد أقصد يعني من النبوة الأولى أو من النبوة الأخرى. الشاهد أن شعيبا بينه وبين موسى مئات بل آلاف السنين، فالصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا رجل صالح، والذي يجمعه مع شعيب هو اسم المدينة، هي مدين، والعلم عند الله جل وعلا. هذا بالنسبة للآية الأولى. هناك طبعا قضايا أخرى ممكن تناقش في هذه المسألة، لكن ليس هذا موضوعنا، وإنما كان موضوعنا هو بيان هل الرجل الصالح الذي من أهل مدين هو نبي الله شعيب أو لا. وموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن جلس معه 8 حجج وقيل 10 حجج، وابن عباس اختار أنها 10 حجج رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح، قال فإن أتممت عشرا فمن عندك، أن موسى أخذ بالأفضل وأتم 10، جلس عند شعيب عند أنا غلط بعد جلس عند هذا الرجل الصالح، ثم بعد ذلك رجع إلى مصر، وهناك نبئ في الطريق، نبئ موسى صلوات ربي وسلامه عند الطور. الآية الثانية
التي نتكلم عنها هي في سورة مريم، وهي قول قوم مريم لما أتت بعيسى صلوات ربي وسلامه عليه، يعني اتهموها رضي الله عنها. مريم لما حملت بعيسى عليه السلام فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نحن الآن مع الآية 28 28 من سورة مريم، الآية 28 من سورة مريم، يقول الله تبارك فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وفيها قراءتان، فناداها من تحتها وناداها من تحتها، من تحتها هو عيسى صلى الله عليه وسلم، ومن تحتها احتمال كبير أنه جبريل. على كل حال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول الله تبارك وتعالى فأتت به قومها تحمله. الآن تبدأ يعني مصيبة مريم مع قومها وابتلاؤها رضي الله عنها وأرضاها. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الآية التي أردنا أن نقف عندها وهي قول الله تبارك وتعالى يا أخت هارون، من هارون هذا؟ هل هو هارون أخو موسى نبي الله أو هارون آخر؟ هناك أكثر من قول، أربعة أقوال لأهل العلم. الإشكال تدرون أين؟ الإشكال في أمور. أولا عند موسى وهارون لهما أخت، وهذه الأخت هي التي كانت تبحث عن موسى صلوات ربي، وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب. المشهور أن هذه الأخت اسمها مريم، أخت موسى وهارون اسمها مريم التي كانت تبحث عن موسى صلوات ربي وسلامه. وموسى هو موسى بن عمران، ومريم هي مريم بنت عمران. فهناك يعني في قصة موسى مع أهل مدين، يعني هل هذا الرجل هو شعيب؟ المشترك هو مدين، أن هذا في مدينة مدين وهذا في مدينة مدين، نبي الله شعيب في مدينة مدين والرجل صالح مدينة. الآن لا، المشتركات أكثر. موسى وهارون لهما أخت، والمشهور أن اسمها مريم. واحد. المشترك الثاني أن موسى يقال له موسى بن عمران، ومريم أيضا يقال لها مريم بنت عمران. المشترك الثالث قول قوم مريم لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فإذا ثلاث مشتركات الآن ترشد أو تدل على أن مريم عليها السلام أخت موسى وهارون، وبالتالي يكون موسى وهارون خالاني لعيسى صلوات ربي وسلامه عليه. وقلت هناك أربعة أقوال في قولهم يا أخت هارون. القول الأول أن أخت هارون، هارون أخو موسى، وذكروها باسم الكبير، لأن هارون هو، ما قالوا يا أخت موسى، قالوا يا أخت هارون، لأن هارون هو الكبير فقالوا يا أخت هارون. إذا القول الأول أن مريم أخت موسى وهارون، هذا القول الأول في قولهم يا أخت هارون. القول الثاني هو أن مريم لها أخ اسمه هارون غير هارون النبي، هارون بن عمران أخو مريم غير هارون النبي، هذا القول الثاني. القول الثالث أن هارون هو رجل صالح، هارون رجل صالح، ولأن مريم عابدة ونذرتها أمها لبيت المقدس فكان يقول لها يا أخت هارون، يعني يا أيتها المرأة الصالحة التي تشبهين هارون الصالح، الرجل اللي عندنا اسمه هارون الصالح،
فشبهوها به، قالوا يا أخت هارون، فهذا على سبيل المدح لها، يعني كيف تفعلين هذا وأنت أخت هارون في العبادة، يعني شبيهته في العبادة. المعنى الرابع العكس، هارون رجل فاجر عندهم، فقالوا يا أخت هارون تشبيها لها بذلك الرجل الفاجر، يسبونها بدليل قولهم في البداية لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فكانوا إذن يطعنون بها، يشبهونها بهارون الفاسق. إذن إما أن يشبهوها بهارون الصالح، وإما أن يشبهها بهارون الفاسق، وإما أن لها أخ اسمه هارون غير هارون أخي موسى صلوات ربي وسلامه عليهما، أو أنها فعلا أخت هارون النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذه أربعة أقوال في هذه المسألة. الفيصل في هذه الأقوال، الفيصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المغيرة بن شعبة إلى نجران، ونجران نصارى، والنصارى كما هو معلوم يعني يعظمون عيسى، حتى غلوا فيه، حتى قالوا إنه ابن الله، فيعرفون موسى ويعرفون هارون ويعرفون عيسى صلاة ربي، لأن النصارى يؤمنون بالتوراة. طيب جاء نصارى نجران إلى المغيرة بن شعبة فقالوا له يا أيها الأمير، هم نصارى الآن، قالوا يا أيها الأمير يوجد في القرآن خطأ. قال كيف؟ قال كيف يوجد في القرآن يا أخت هارون عن مريم وبين هارون وعيسى قرون، يعني مئات السنين بين هارون وبين عيسى، فكيف يقول يا أخت هارون؟ معناته هذا خطأ في القرآن الكريم يقولون، لأن لا يمكن أن تكون أخت هارون النبي، لأن عندنا في يعني كتبنا أن بين هارون وعيسى يعني فترة زمنية قرون مئات السنين، فكيف يقول له يا أخت هارون؟ هذا في خطأ في القرآن الكريم. فقال لهم المغيرة حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم من نجران المغيرة بن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذه المسألة، قال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى عن مريم أنهم قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وبين هارون ومريم مئات السنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ألم تعلم أنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء أنبيائهم وصالحيهم؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو نص في المسألة، يسمون أبناءهم بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. إذن هناك أخ لمريم اسمه هارون، سمي هارون على اسم نبي الله هارون صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه الرواية حسمت الموضوع. الأقوال الأربعة نعيدها، أخت هارون موسى وهارون الأنبياء، قلنا هذا لا يمكن للفارق الزمني، فترة زمنية بين عيسى ومريم وبين هارون وموسى، إذن هذا القول سقط. القول الثاني أنهم كانوا يقولون هذا القول على سبيل المدح لها لرجل صالح اسمه هارون. القول الثالث أنهم يذمونها لرجل فاسق اسمه هارون. القول الرابع أن لها أخ اسمه هارون، وكان ينادي يا أخت هارون، يعني يا أخت هارون وموجود أخوها هارون موجود، فقال ما قالوا لها يا مريم، قال يا أخت هارون أخوك هارون. وهذا هو الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كانوا يسمون أبنائهم بأسماء أنبياء وصالحين. لكن يبقى إشكال هنا، طيب يعني معناته أن عمران وزوجته لهم أولاد غير مريم، كيف نذرت ما في بطنها إذن؟ نقول ليس بالضرورة كون امرأة عمران نذرت ما في بطنها أنه ليس لها أولاد، يعني لم يذكر في القرآن أنه ليس لها أولاد، وإنما فيه أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، لم يذكر أنه ليس لها أولاد،
ولم يذكر أن هذا أول مولود لها وأنها كانت عاقر. لا، تلك امرأة زكريا، امرأة زكريا، نعم هي زكريا كان يطلب الولد. طيب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. زكريا نعم لم يكن له أولاد، لكن عمران من يقول أنه لم تكن له إلا مريم؟ قد يكون عنده ولد اسمه هارون، وهذا ظاهر الرواية. ثم بعد ذلك لما حملت امرأته نذرت ما في بطنها لبيت المقدس، خاصة والمشهور أن عمران كان قد توفي وهي حامل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا، لأن أباها كان قد مات وهي يتيمة، يتيمة الأب، فتكفل بها زكريا. والمشهور أن زكريا هو زوج أختها أو زوج خالتها، على خلاف هل زكريا زوج أخت مريم أو زوج خالة مريم. إذن دل هذا أيضا أن مريم أيضا عندها أخت أيضا غير هارون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يحيى وزكريا أبناء الخالة، كما في الحديث الصحيحين في معراج النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في السماء الثانية ابني الخالة يحيى وزكريا، يحيى وعيسى ابني الخالة. فإذا كان على ظاهره فإذا مريم لها أيضا أخت ثانية غير هارون، أيضا لها أخت ثانية وهي زوجة زكريا، أو أن زكريا زوج خالة، زوج خالتها، يعني أخت امرأة عمران زوجها زكريا، فيكون زكريا عديل عمران، وهذا وارد أيضا. فعلى كل حال أن الصحيح إن شاء الله تعالى في قولهم يا أخت هارون أن لها أخ شقيق اسمه هارون، فنادوها باسم أخيها يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، المسألة تحتاج تحتمل، لكن هذا أظهر لموافقته للحديث، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.